موقف سياسي صدر أيضا من السيد خميس الخنجر قبل ساعات من الآن، وهو يتحدث عن أن هناك محاولة لخلط الأوراق من قبل هذا التنظيم الإرهابي. المشكلة مشكلة سياسيين الذي يختبئون وراء يعني مفاهيم السيادة، يعني اليوم تختبئ وراء هذه العنوان العريض، لكنك لا يمكن أن تشير بأصبع الاتهام إلى الفاعل الحقيقي. ما الحكومة التركية، حكومة أنقرة وأسطنبول ضالعة بالدماء العراقية، سواء كان الذي ضغط على زر الصاروخ وأطلقه جندي تركي أم هو مقاتل ضد الحكومة التركية. أنا من هالمكان أحمل الجانب التركي الرسمي، أحمل تركيا الرسمية الحالتين، يعني إذا كان جنديا تركيا أطلق الرصاص فهذا يجب أن تقطع يده، وإذا كان مناضلا نشوف شنو يسموه خارج عن سلطة القانون في أنقرة وأطلق هذا الصاروخ حتى يربك الوضع، أيضا أنقرة تتحمل هالمسؤولين، إن هذا وضع شائك عليهم هم أن يعالجوه، مو العراقي يروح يصلح لك علاقتك مع مواطن هو تابع لك، مواطن تركي انا كعراقي ما اقدر اصلح بينه وبين حكومته، حكومته يعني اكو مظلوميه عاليه للاكراد في جنوب تركيا، واكو يعني المساله مو يعني خافيه على الناس، الناس كلها تعرف هذا الوضع الشائك سببه انه العراق قد يكون من اكثر الدول التي اعطت حقوق للجانب الكردي، اكراد العراق هم يتمتعون بمساحه من الحريه لا توجد ليس لا, لا لدى اكراد جمهوريه اسلاميه ولا لدى اكراد تركيا ولا لدى اكراد سوريا ولا لدى اي كردي في العالم، حتى اكرادهم في اوروبا وفي المانيا ما يتمتعون بالحقوق اللي يتمتع بها العراقي الكردي العراقي انا اقصد. لكن هذا انه يعني من البخس ومن الظلم ان تحمل بغداد اليوم على ما وصلت اليه من تراجع وتهاون وضعف في الاداء وضعف في الامكانيات، ان احمل السلطه، احمل الحكومه، احمل منو استاذ ابو ميثاق؟ انا اليوم عندي حدث، بكل هذا الحدث الامني منو يتحمله بالدرجه الاساسيه؟ بغداد يتحمله، بغداد بنسبه معينه، لكن النسبه الاكبر انا حسب معتقدي ومذهبي السياسي انه يجب ان يحمل لانقره. خذ اليوم استاذ علي هاي الارهاصات اللي تحصل اليوم البارحه، هذه البيانات الضعيفه والخجوله، خميس الخنجر وفلان الحلبوسي وفلان المعرف منه، يعني اليوم نحن في بصدد تشكيل حكومة وبصدد أنه ولادة جديدة وانطلاقة جديدة للعملية السياسية، ما إحنا اليوم نبحث عن تبلور كتلة وطنية.